أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة بعد فوزه عشية اليوم في المباراة النهائية أمام المنتخب الوطني الجزائري بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبهذه النتيجة يخلف المنتخب الغامبي نظيره النيجيري حامل لقب الدورة الماضية ويضيف اللقب الثاني له بعد لقب دورة 2005. وهذه الهجمة الغامبية على الجهة اليمنى حداري حداري ما زال الكرة على الجهة اليمنى والتنسيق واللعب على الجناح والهدف الأول والهدف الأول للمنتخب الغامبي. حمار بلال اللاعب المغترب في صفوف نادي باريس سان جيرمان وحداري الكرة للمنتخب الغامبي التسديدة قوية والهدف الثاني قبل تنفيذ ضربة الجزاء من بدعم الذي يأخذ كامل وقته بدعم والهدف الأول الهدف الأول من بن دعمان الذي يعيد الأمل للمنتخب.